من اكتر المشاكل اللي بتواجهنا في فتره الشتاء هي اكيد القشره، ما يعتبرش مرض معدي ولكن اكيد بيسبب لنا احراج. عشان كده في الحلقه دي هنقول كل حاجه عن القشره، اسبابها وعلاجاتها في فقره اسال الصيدلي مع دكتور نادي. 40 او 50% من البشر بتكون معرضه للاصابه بالقشره في مرحله ما في حياتها، ودوت بسبب اسباب كتير، منها جفاف فروه الراس، وساعات كتير فروه الراس بتكون دهنيه فبتؤدي الفطريات بتتغذى على الزيوت اللي بتطلعها فروه الراس دي. غير كده كمان ممكن تكون بسبب حساسيه بعض المنتجات استخدمناها زي شامبو او كونديشنر او غيره، وطبعا اكيد ممكن تكون بسبب امراض زي الصدفيه وزي الاكزيما. وعشان نعرف نعالج القشره صح، مهم جدا نكون عارفين انواعها. اول نوع هو القشره الدهنيه، تاني نوع هو القشره الجافه، ومهم جدا نكون مصنفين نوع القشره عشان نعرف نعالجها صح. القشره الدهنيه دي القشره اللي بتكون لازقه في فروه الراس، وبيكون طبعا اصحابها اصحاب فروه الراس الدهنيه، بيكون في زياده او افراط في الزيوت الخاصه بفروه الراس. عشان كده بالنسبه لنا بيكون مهم جدا في الشامبو اللي هنستخدمه ماده تكون بتنظم افراز الدهون زي بالظبط السيلينيوم. مش بس كده، اصحاب البشره او اصحاب الفروه الدهنيه بيكونوا محتاجين جدا جدا ان هم يستخدموا حاجات كيراتوليتك او مقشره زي ماده الساليسيليك اسيد. يبقى احنا كده مهم جدا في الشامبو اللي هنستخدمه لو عندنا قشره دهنيه ان احنا نستخدم السيلينيوم وكمان الساليسيليك اسيد. ولو انت بقى القشره اللي عندك قشره جافه، خليني اقول لكم ان هي اكتر نوع انتشار في انواع القشره هي القشره الجافه اللي بتبان على لبسنا. مهم جدا ان احنا نكون بنستخدم حاجه مضاده للفطريات فيها ماده الكينوكينازول، ودي في شامبوهات كتيره جدا موجوده في السوق. ومش بس كده، مهم كمان تكوني بتستخدمي في الشامبو ماده الزنك، لان الزنك فيه خواص مضاده للفطريات وكمان مضاده للبكتيريا. وانتوا بقى استخدمتوا ايه للقشره؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس الانواع اللي استخدمتوها وانا هرد على كل الاسئله.